السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين عبر اثير قناه تيفي متوكا للثقافه والتواصل والابداع الفني الشبابي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده بحول الله مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسله حلقات كيفيه انشاء قناه خاصه للمبتدئين اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تجمعوا 4000 ساعه الطريقه هذه سهلة مهلة يكفي أنك خص يكون عندك واحد العزم واحد الصبر واحد الإرادة نفس الطويل باش توصل لهاد 4000 ساعة والإستمرارية يكفي أنك دير واحد البروغرام ديالك يعني أسبوعي صباحا ومساء يعني يكون عندك هاتف ذو مواصفات عالية أو الحاسوب كذلك نفس الشيء بالنسبه لي انايا كنخدم غير بالهاتف ولكن غادي نوريكم هذه الطريقه هذه هي اللي خدام بها حد الان يعني كانت عندي القناه الاولى اللي فيها تقريبا 3500 ابوني مشات ليا تقريبا بسبب سوء يعني واضطريت انني ندير قناه جديده يعني يلا بادي دابا 110 ابوني كنتمنى تدعموني باش نوصل انا 1000 مشترك ان شاء الله بحول الله كدعمنا بالجيم وبتعليق محفز باش توصل دائما بالجديد وكذلك البارتاج مع الاهل والاحباب وهالفيديو هذا خصيصا غادي نختار من الناس اللي داروا التعليق نختارهم في الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله وغادي ندير لهم مسابقه الدعم كونوا في الموعد يوم السبت القادم ان شاء الله بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا واحد الكاريير ديالهم باغيين يعمروا الوقت ديالهم من ناحيه المدرسه ولا من ناحيه العمل يديروا تجربه حصريه ويديروا واحد الفيديوهات يعني فيما يرضي الله يديروا واحد لي فورماسيون عندك واحد ثقافة في توصيل واحد الموضوع مهم الناس لما لا دير القناة ديالك نعود إلى موضوع أحبتي في الله كيف ما قلت لكم اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نوريكم الطريقة الحصرية باش تجمعوا 4000 ساعة بواحد التطبيق جد مهم ذو مواصفات عالية الاسم ديالو هو التيربو التيربو هذا يعني مصور فيه واحد الارنب يعني سريع سريع باش كتميز انه كتفتح مجموعه من الصفحات في ظرف وجيز على حسب مواصفات الهاتف ديالك تقدر تفتح حتي ل30 صفحه يعني في ظرف ساعه نفترض مثلا سيده عندك 30 صفحه في ساعه يعني 30 ساعه ما شاء الله ودرتي واحد البروغرام ديالك صباحا ومساء فبالتالي في ظرف اسبوع تقدر تجمع تقريبا نص 1500 ولا 2000 ساعه انت والمجهود ديالك اللي كدير اخي في الله اول خطوه كنقوم بها كنشارجيو هاد التيربو هذا اي سي غادي نخلي لكم رابط التطبيق في الوصف ان شاء الله التطبيق هذا بشوي سي تيربو ما تيليشارجيوهش من بلاي ستور تيليشارجيوه من جوجل عادي وديروا حداه ابيكا غنخلي لكم الرابط ان شاء الله نبداو على بركه الله اول خطوه كنقوم بها احبتي في الله من بعد ما كيت انستالا يعني الا كنتي ديجا خدمتي به كتمشي للبارامتراج البارامتراج اللي هي على هذا الشكل هذا كتمشي للبارامتراج كتمشي لابليكاسيون كتكليكي عليها ومن بعد كتمشي لابليكاسيون كتقلب على هنايا على التيربو كتكليكي عليها ومن بعد كتمشي ستوكاج وكتمشي هنايا ايفاسي لي دوني وكاينه فيد كاشي علاش هادي علاش كنسيبريميوها حيت نتايا في هذيك اللحظه فاش كدير تصفح كتصفح العديد من الصفحات وكدير مثلا البلاي ليست ولا هذيك الفيديو اللي كدير نتايا لمده ساعه ولا ساعتين على حساب الوقت الفراغ ديالك ولا الوقت اللي كيناسبك اخي في الله هذيك اللحظه كتكون مثلا شارجيتي او جمعتي واحد 40 ساعه فرمش تسعين ما درتيش هذه هاد العمليه هذه تقدر تمحالك وبالتالي الناس ديال اليوتيوب يقدروا يشكوا فيك ويبداو ينقصوا لك السوايع مي هذه الطريقه هذه هي نافعه مئة في المئة وتبا معايا حتى الاخير كيف ما قلت لكم كنديروا افاسي لي دوني ومن بعد كنديروا اوكي آه هي كتمحا كتولي عندك هنايا دوني زيرو وفي الكاش كتولي زيرو تابعونا جميع دابا باش نمشيو للتطبيق كنمشيو للتطبيق ديالنا أحبتي في تيربو من بعد كنختاروا الواجهه اللي بغينا من بعد كنمشيو لهاد ثلاثه النقطات اول خطوه كنقومو بها كنمشيو لهاد الايقونه هذه من بعد كنمشيو للجينيرال من بعد كنمشيو لكلير كاشي الكلير كاشي هذه كنحيدوها كاملة علاش باش تحيد لينا العمليات السابقة اللي كنا ديجا درنا حيت الويفي فاي عندك كتبقى عندك هاديك الادريس اي بي فاش كتبغي تحيدها خاص على الاقل خاصك تحيد هادوك لي ميموار كاشي ولا لي فيشي كاشي خاصك تحيدهم كاملين ها هما ومن بعد كدير ديليت دي دي. كنرجعو كنمشيو لهاد البلاصة كنمشيو لهاد الايقونة التانية تاهي كنكليكيو عليها هي كطلع بالبنفسجي ومن بعد كتاكتيفا من بعد كنمشيو ليوتيوب كنديرو سويب كطلع ومن بعد كنكتبو الاسم ديال القناة ديالنا قناة تي في ام توكل ومن بعد احبتي في الله كنختارو كاينين عندي جوج قنوات واحدة عندي فيها المشاكل كنتمنى ان شاء الله ترجع في عام قريب وكاين هذه القناة الثانية احبتي في الله دعمونا بالاشتراك ديالكم باش نوصلو لالف مشترك ان شاء الله بحول الله تحياتي لكم لنكمل هذا الفيديو من بعد كنمشيو لي بلاي ليست خاصنا نكونو ديجا كرينا لي بلاي ليست ديجا هنايا يعني المحتوى ديالي خاص بما هو تقني وكذلك اللوغات كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو يعني عندك لي بلاي ليست بزاف غتختار واحد البلاي ليست دير لها واحد ساعه ديال المكانه ولا ساعتين ديال المكانه وتعرف دير بروغرام ديالها غير هي للاشاره الى درتي الفيديو اليوم حاول ما امكن ما ديروش في هذاك النهار بزاف ديال المرات هذه دي سياسه وما ديروش النهار الثاني انت حاول ما امكن ديرو حتى تشوف 72 ساعه تشوف 72 ساعه عاد اش عاوتاني دير البلاي ليست باش تجمع 4000 ساعه ان شاء الله بحول الله الخطوه اللي كنديرو احبتي في الله كنمشيو مثلا شي فيديو أحبتي في الله كنمشيو مثلا هذا ها آه هو خاص بالبلاد مثلا من بعد كنديرو هكا إشهار هنايا غنخليوه ومن بعد أحبتي في الله حتى كتمشي هاد الفيديو هذا كيتمشى راسو من بعد كنديرو هاد العلامة الزائد كنضغطو عليها كنمشيو عاوتاني نفس البلاصة كنمشيو كنكتبو عاوتاني تي في إم توكا لايك كتأونجيسترا كتبقى غادي تقدر دير هنايا بزاف ديال الصفحات بزاف ما لا نهايه غير انت كتشوف على حسب الهاتف ديالك نمشيو عاوتاني لهاد البلاصه يعني البلاي ليست اللي درتي حاول ما امكن دير نفس السوجي حاول ما امكن ما, ما, يكونش واحد الاختلاف باش حتى هي السوايع ديالك يتجمعوا دغيا دغيا اما الى درتيها مخالفه تقدر دير يكون واحد البروبليم ومن بعد اخي في الله غادي تخسر لك القناه ديالك وتبدا تراجع سميتو ويكونوا عاوتاني النقرات الغير شرعيه وزيد وزيد هذه غير باقي ما اكتيفيتيش الادسنس ديالك هذه يلا البدايه ولكن راه هذا العمل ديال الانترنت راه عمل اش آه نقول لك آه خصو واحد الصبر وواحد العزيمه كاينين قنوات اللي فتحوا القناه ديالهم من 2010 وباقي ما 4000 ساعه حيت تقريبا من 2018 خرجوا هذه القضيه ديال 4000 ساعه في الاول اللي جا كي بارطاجي كي لوح الفيديوهات ولاو الحقوق ولات الملكيه خاصه بالصوت لي فيديو كاين بزاف ديال الحوايج احبتي في الله من بعد كنمشيو مره اخرى كنديروا بلاي كنضغطوا هذه على حساب الحقوق ديال النشر يعني ولاو عندنا هنايا جوج نقدروا نزيدوا مازال الثالثه ها هي لو ميم برينسيپ كنمشيو للريشيرش عاوتاني كنكتبوا القناه ديالنا وحتى هذوك صحاب السوايع يعني اللي آه كيقول لك راه ليا 500 درهم ولا 1000 درهم 4000 ساعه يعني هذه علاش ما ديرش اخويا الراسك ديرها الراسك هذه تخسر واحد الوقت مناسب و يا تبدا تبروفيتي في راسك تخدم على راسك دير لي فورماسيون دير بزاف ديال الحوايج عندك مع المواد التعليميه عندك انت والكانه ديالك حاول ما امكن ما تضيعش وقتك تستافد منه السبد منو اخي في ذا يعني وصل لا ها هي كيف ما كتشوفوا ها هي الله ها كندير لها هكا نقدر نطلق ها هو غادي الفيديو ها هو كيتمشى كيف ما كتشوفوا احبتي في الله يعني انا درت لي بوز على حسب حقوق الملكيه احبتي في الله نزيدو نستمروا مره اخرى نزيدو فيديو واحد اخر باش ما الفيديو على المحبين ديالنا نديرو تي في ام توكان مره اخرى وكونوا على يقين هذه القضيه هذه غادي تعطي الاكل ديالها في الايام المقبله غير انت خاصك تعرف كيفاش تعامل وكيفاش تاخذ القرار وتعرف الاوقات المناسبه اللي غادي دير فيها هذه القضيه يعني هنايا كاين واحد الاشهار ونسيت ما وريتكمش واحد الطريقه اللي عنده كونيكسيو ضعيفه مازال عنده كونيكسيو ضعيفه آه نديروها هنايا في, في الديبار ديال الفيديو هنايا مثلا كتمشي لهاد القضيه هذه ديال دي البارامتراج هذه دي نسيت ما قلتش لكم كاينه هنا 360 خاصكم من الديبار ديال الفيديو ديروها يعني نسيت ما قلتهاش في الديبار احبتي في الله سمحوا لينا بزاف كتمشي لادنى نسخه او ادنى كاليتي اللي هي 144 علاش باش الكونيكسيون ما تقالش لك حتى هي وكاينه هي هنايا النورمال انت كديرها ما ديرهاش في جوج حيت غادي تزرب الفيديو كتخليها في نورمال ولا كتمشي 0.25 من الاحسن خليها نورمال من بعد كدير سميتو اوتوماتيك اخي في الله فاش كتبقى تزيد الصفحات راه كتبقى ثابته كتبقى في نفس الكاليتي ديال الفيديو وحتى نتايا كتمشي هاني مرتاح كتخلي مثلا الحاسوب ديالك ولا الهاتف ديالك تمشي تقري الغراض ولا بالليل عاوتاني تخليه خدام يعني كاينين بزاف ديال الخطط احبتي في الله باش نجمعوا 4000 ساعه تزيد مازال ايا آه يا. نقدر انا نزيد حتى ل 20 صفحه ما بغيتش نطول الفيديو ونطول باش ما يكونش الفيديو ممل احبتي في الله هذا ما كان احبتي في الله لحلقتنا لهذا اليوم ها هي الطريقه باش غادي نسيبريمي مره اخرى غتمشي نفس الشيء فاش كتبغي تخرج من هنايا كتمشي كدير اكزيت ها آه هي انت كتخرج وفاش كتبغي دير عاوتاني هذيك المرحله اللي قلت لكم في الاول كتمشي للباراميتراج كتمشي لابليكاسيون كتمشي لابليكاسيون مره اخرى وكتختار تيربو فاش كتجي كتشوف هنايا السطونكاج كان ديجا 106 هاد شوف شحال التكونسومات في لي دوني يعني 18 ميغا كنديروا لا ايفاسي وصافي كتحيد اخي في الله شكرا محبي قناة تي في ام توكال الأوفياء كانت تكونوا تكون استفدتم معنا في هذه الحلقة لهذا اليوم ما تنساوش دعموا أخوكم جوجو مهدي من قناة تي في ام بالاشتراك وكذلك بالإعجاب والتعليق محفز باش نبقاو دائما على تواصل وكذلك البرتاج مع الأهل والأحباب باش تعم الفائدة إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته